أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من عين على مصر. في حلقة هذا الأسبوع، الحكومة تنقذ البورصة في اللحظة الأخيرة وتؤجل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، والسوق تقفز بسرعة الصاروخ فور صدور هذا القرار، واستثمارات كويتية جديدة في مصر بقيمة 4 مليارات دولار. ولكن كالعادة دعونا نبدأ مع أبرز الأخبار الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال هذا الأسبوع. شركة إعمار مصر تمضي قدما في طرح أسهمها والتقدم بطلب قيد وتداول أسهمها العادية بالبورصة المصرية، حيث تشمل عملية الطرح نحو 600 مليون سهم تمثل حوالي 12.9% من رأس مال الشركة بعد عملية الطرح. الحكومة المصرية تفتتح محطة كهرباء جديدة بتكلفة 500 مليون دولار وبقدرة 750 ميجا وات في شمالي القاهرة، وتتألف المحطة الجديدة من 3 وحدات قدرة كل منهم 250 ميجا وات، منهما 2 غازيتان والثالثة بخارية. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعلن انخفاض معدل البطالة إلى 12.8% خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما كان 13.4% في نفس الربع من العام الماضي. وعزت بيانات الجهاز ذلك الانخفاض إلى التحسن الذي طرأ على الأنشطة الاقتصادية. أهلا بكم من جديد. خطوة واحدة ربما كانت تفصل البورصة المصرية عما يمكن وصفه بالانهيار التام، ولكن الحكومة المصرية وفي اللحظة الأخيرة خطت خطوة أخرى إلى الوراء، حيث أجلت تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين وأبقت على ضريبة التوزيعات، لتسجل كافة مؤشرات السوق فور صدور هذا القرار ارتفاعات حادة وتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر، وليعوض المستثمرون جزءا من الخسائر الفادحة التي تكبدوها طيلة الفترة الماضية. أخيرا تنتصر البورصة المصرية في معركة ضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية. تتراجع الحكومة المصرية عن القرار وتؤجل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين مع الإبقاء على ضريبة التوزيعات، خطوة جاءت بعد أن قلبت الضريبة كافة موازين التداول في السوق وتسببت في خسائر وصلت إلى نحو 90 مليار جنيه من القيمة السوقية للأسهم المقيدة خلال الأشهر الخمسة الماضية، وبعد أن هوت قيمة التداولات بنحو 50%، وأصبحت البورصة المصرية مهددة بالشطب من مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة. بعد ارتفاعات النهارده ان شاء الله تستمر على كده ويرجع تاني مؤشر مورغان ستانلي بدل ما كان بينذرنا بالشطب، ان شاء الله نفضل ونبقى فيه يعني، ويدخل شركات تانيه قويه بدل المصريه للاتصالات واقوى منها ان شاء الله. متوقعين ان يبقى في سيوله تخش السوق الفتره الجايه، طبعا كان طلب لكل المستثمرين فان الحكومه تستجيب، هو طبعا مش استجابه تامه، احنا عايزين الغاء تام للضريبه اسوا بالاسواق الخليج، ولكن دي بشرة خير ان احنا نبتدي نتوضع على مكاننا تاني التنافسي وتعود السوق المصرية للسيولة مرة اخرى. ولم يكن من الغريب ان تقفز كافة مؤشرات السوق فور الاعلان عن تأجيل الضريبة، حيث ارتفعت بنحو 7.5% لجلستين متتاليتين، وتخطى مؤشرها الرئيسي حاجز 9000 نقطة وسط حالة من التفاؤل في اوساط المتداولين الذين تكبدوا خسائر فادحة طيلة الاشهر الماضية. كنا نتمنى الموضوع ده من شهر فات، لأن كلنا خسرنا يعتبر نص المحفظة بتاعتنا. بعد القرار اللي اتخذ النهارده، اديك شايفة حضرتك الأسهم كلها على الشاشة اهي، كله بيشتري، الصفحة كلها تعتبر بيضة، يعني طالعين 500 نقطة ما حصلتش. ورغم تفاعل السوق إيجابيا مع قرار الحكومة بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية وإشادة كافة أطراف السوق بالقرار، إلا أن ثمة من يرى أمورا لا تزال غير واضحة في هذا القرار، حيث ينتظر الجميع صدور الصيغة التنفيذية للقرار. هيأجلوا الأرباح الرأسمالية لمدة سنتين، لكن ما زال هناك أرباح على التوزيعات النقدية، دي ما حدش اتكلم فيها خالص، دي طبعا هتعمل تأثير بردك على السوق. في طبعا مؤسسات يعني هتدرس الكلام ده ايه، لغايه دلوقتي ما صدرش اي كلام بالنسبه للائحه التنفيذيه النهائيه لهذا القرار. اعتقد ان خلال ساعات طبعا الحكومه هتصدر اللائحه النهائيه، اذا كان هيتم رد مبالغ تم تحصيلها من للضريبه
او هيكون للقرار تطبيقه باثر رجعي من يوم الاثنين او من ساعه صدور قرار اللائحه التنفيذيه. الى حد ما جاء القرار مرضي لكنه غير واضح الحقيقه لغالبيه المتعاملين، لانه في جزء او شق ثاني لم يتم البت فيه وهو ضريبه التوزيعات، بالاضافه الى ضريبه اعاده التقييم بغرض الاستحواذ او الاندماج، دي برضو ما تمش الاشاره اليها، زائد ضريبه الارباح الراسماليه المحققه في الخارج. دي كلها امور ما شملهاش القرار، وبالتبعيه دي اللي هنسعى خلال الفتره اللي جايه ان احنا برضو نحصل عليها، سواء عن طريق القضاء في الدعاوى المرفوعه او ان الحكومه تبتدي تاجل هذه الامور خلال الفتره القادمه. ومع تأكيد الحكومة الإبقاء على ضريبة توزيعات الأرباح على أن تخصم لمرة واحدة دون خضوعها للإيراد العام، يتطلع الجميع أن يحقق القرار التوازن بين مصلحة الدولة والمستثمرين، خاصة وأن البورصة المصرية قادرة على تمويل العديد من المشروعات الحكومية والخاصة. النهاردة الشركة المساهمة لما بتكون محتاجة تعمل توسعات أو إحلال وتجديد أو استكمالات بتعمل إيه؟ عشان تعمل ده يا إما تقترض بفايدة من البنك، إما تصدر سند بفايدة تمنحه الحامل السند، أو بتمويل من رأس مال من مساهمين آخرين معاها بدون تكلفة. فهنا دي بيرجع ليه الإدارة المالية نفسها للشركة. ونيجي نقول إن البورصة مثلا على مدار العشر سنين اللي فاتوا قدرت توفر تمويل في زيادات رؤوس أموال بأكتر من 100 مليار جنيه من 2006 حتى الآن. ويأتي قرار الحكومة بتأجيل الضريبة عامين بعد سلسلة من الدعاوى القضائية المطالبة بوقف تنفيذها بسبب ما تحمله من ازدواج ضريبي. ولإلقاء المزيد من الضوء على تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، التقينا هذا الأسبوع برئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، والذي أكد أن الحكومة المصرية كانت لديها الشجاعة الكافية لاتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت، بعد أن اقتنعت بأن المعطيات الاقتصادية الراهنة تختلف تماما عن المعطيات الاقتصادية التي فرضت على أساسها هذه الضريبة قبل نحو عام. لما قرار الضريبة فرض في 1/7/2014 كانت هناك معطيات مختلفة عن المعطيات التي كانت موجودة الآن. المعطيات الموجودة الآن بتقول لي إن في بورصات محيطة اتخذت قرارات من شأنها جذب الاستثمارات، أعتقد المملكة العربية السعودية بتفتح بابها الأجانب لأول مرة، دولة الكويت اتخذت قرار بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية الموجودة، وبالتالي كان هناك حاجة لمراجعة هذا الموضوع بما يجعل البورصة المصرية لها حد أدنى من التنافسية مع الأسواق المحيطة. وأعتقد حاجات الحقيقة تشكر على الحكومة بشكل كبير جدا والمجموعة الاقتصادية، أن هناك كانت متابعة مستمرة، كانت نقاشات مطولة لأسابيع طويلة، كان هناك تدارس الأوضاع من جميع نواحيها، وتم اتخاذ القرار بما يكون فيه مصلحة للجميع وليس للبورصة المصرية فقط، باعتبار أن البورصة المصرية في الآخر هي مؤسسة بتساهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية، وبالتالي كان هناك حاجة لوضعها مرة أخرى على الإطار السليم. هل اتضحت الصورة كاملة فيما يتعلق بآليات تنفيذ القرار، سواء بالنسبة للتأجيل لمدة عامين للضرب بالأرباح الرأسمالية أو ضريبة التوزيعات؟ لا، أصل آلية التنفيذ فيها درجة كبيرة من الوضوح. أعتقد الموضوع المتعلق بضريبة التوزيعات على البورصة، أعتقد دي لها علاقة باللائحة التنفيذية، فأعتقد هذا القرار قد يكون في يد السيد وزير المالية. أنا أقصد السنتين هيحسبوا إمتى؟ أعتقد أنا يعني مش قانوني بشكل كبير، ولكن من المتابعة القديمة أعتقد أن الموضوع بيتطلب تعديل تشريعي بتعديل القانون، وبالتالي أعتقد أن التطبيق هيتم من تاريخ إصدار السيد رئيس الجمهورية بهذا التشريع. القرار طبعا لما هيصدر هتكون فيه الإيضاحات الكاملة، ولكن المهم في هذا الموضوع أن الحقيقة أن كان هناك تفاهم كبير جدا ونقاش على مستوى عالي جدا من الحرفية، وكان هناك نوع من أنواع إعلاء المصلحة العامة لمناخ الاستثمار، للوضع الاقتصادي، لقدرة البورصة على جذب استثمارات، لدورها في عملية التنمية الاقتصادية. وأعتقد أن زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء النهاردة الصبح بصحبة وزير الاستثمار في افتتاح جلسة التداول بتدي كمان دفعة كبيرة جدا لأي مطالبات أو أي ادعاءات أن الحكومة غير مهتمة بسوق يعني رد فعل السوق
بعد الإعلان عن هذا القرار ألم يكن كافيا بأن يثبت للجميع والحكومة المصرية بأن هذه الضرائب كانت سبب في التراجعات الكبيرة التي شهدتها السوق خلال الفترة الأخيرة؟ لا، شوف، احنا دايما بحب ارجع في القرارات الاقتصادية. القرارات الاقتصادية دايما الميزة ان لما تكون السياسات الاقتصادية فيها درجة من المرونة، بحيث ان انت تستطيع ان تعدل او تغير طبقا لمعطيات الامور على ارض الواقع. وانا زي ما قلت لحضرتك، لما اتخذ هذا القرار من سنة سابقة او من حوالي 10 اشهر كانت الامور مختلفة عن النهاردة، وبالعكس ده حاجة يعني نقطة مهمة جدا يعني تشكر فيها الحكومة، أنها على استعداد لمراجعة قراراتها، أنها بتتابع الأمور بشكل سريع، أنها بتتخذ القرارات بما فيها الصالح العام، وبتتخذ قرارات صعبة. يعني إذا كنت أنت بتقول لي أن قرارات اتخذت الحكومة صعبة في فرض ضرائب أو في تعامل مع منظومة الدعم أو في دعم الطاقة أو في أسعار الكهرباء وخلافه، أعتقد أن تعديل قرار أصعب كثيرا من اتخاذ قرار. وبالتالي أنا بعتبر أن الحكومة دي فيها درجة كبيرة جدا من الشجاعة، ليس فقط في اختيار قرارات صعبة بفرض ضرائب معينة، ولكن باتخاذ قرارات أصعب بتعديل بعض القرارات التي اتخذتها. يعني مردود هذا القرار على الطروحات الجديدة في السوق أو حتى على معدلات السيولة وقيم التداول التي انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة؟ احنا بنأمل طبعا أن يكون المردود الفعل في هذا القرار إيجابي جدا، وزي ما بقول لسيادتك ليس فقط في القرار نفسه، ولكن في الانطباع الكبير الذي تركته الحكومة أنها تهتم بهذا القطاع، أنها تهتم بسوق المال، أنها تهتم بالبورصة المصرية، أنها لا ترى البورصة المصرية كما قد يروج لها البعض أو يراها البعض أنها صالة قمار كما يطلق عليها في بعض الأحيان، ولكنها عامل مهم وأساسي جدا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وأعتقد تصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء النهاردة بتدينا دفعة كبيرة جدا لأن احنا نكمل هذا العمل ونجتهد فيه بشكل كبير ونرد الجميل للحكومة التي وقفت بجانب البورصة المصرية وبجانب سوق المال. نذهب الآن إلى فاصل المشاهدين، وبعده توقعات بمضاعفة الصادرات المصرية لإفريقيا في غضون 10 سنوات. تابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نواصل هذه الحلقة من عين على مصر. في أول اجتماع تأسيسي له أعلن مجلس التعاون المصري الكويتي عن عزم مجموعة من المستثمرين الكويتيين ضخ استثمارات في مصر بقيمة 4 مليارات دولار، من بينها 1 مليار دولار تضخها شركة أجيليتي الكويتية لإنشاء مركز لوجستي متكامل في منطقة قناة السويس. أكثر من 4 مليارات دولار استثمارات كويتية يعرضها المستثمرون الكويتيون على الحكومة المصرية، استثمارات حملها مجلس التعاون المصري الكويتي في أول اجتماع تأسيسي له، وتتضمن إنشاء شركة أجيليتي لمركز لوجستي في منطقة قناة السويس بقيمة 1 مليار دولار، إضافة إلى إنشاء مصنع للحديد بقيمة 1.5 مليار دولار، وتأسيس شركة قابضة تستثمر في عدة قطاعات على رأسها قطاعي الطاقة وتكنولوجيا المعلومات. طبعا شركة برايفت قطاع الخاص 100% لصناديق، هيكون بنظام الفند اوف فاندز يعني كصندوق لمجموعة صناديق، وهيكون في تحت الشركة القابضة مجموعة من الشركات، كل شركة هتكون متخصصة في قطاع اقتصادي معين. مين أبرز المساهمين في الشركة؟ احنا بنتكلم استثمارات رئيسية من الكويت والإمارات والسعودية. غير أن تنفيذ هذه الاستثمارات لا يزال يتطلب برأي المستثمرين وضوح الرؤية الاستثمارية، خاصة فيما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد. عدم وضوح الرؤية هو اللي ممكن يعمل مشكلة، لأنه دايما المستثمر بيحب أن الرؤية تكون واضحة، أن القوانين تكون ستيبل، أن العملية تكون مدروسة علشان يقدر يقدم على الاستثمار. عدم وضوح الرؤية أو عدم وجود قوانين ثابتة، ده بتخلي أي حد يحجم عن أنه يخش في الاستثمار. لما نشوف النهاردة الترند بتاعنا في الطالع ولا في النازل، مفيش شك في خلال 8 أشهر الماضية الترند إيجابي، في مجموعة من الإصلاحات، في مجموعة كبيرة من المشاريع، وبالتالي مشاكل مصر لن تحل في يوم أو ليلة، ولكن المستثمر المصري أو الأجنبي ما بينزل لمصر بيشوف هل الاتجاه تصاعدي أم تنازلي، هو تصاعدي. هذا لا يعني أن الطريق ما فيهوش مطبات، الطريق مليان مطبات. ويؤكد الكثيرون أن استمرار القيود المفروضة على العملة يعد أحد أبرز التحديات التي تواجه المستثمر الأجنبي في مصر.
ولإلقاء المزيد من الضوء على أنشطة مجلس التعاون المصري الكويتي، التقينا هذا الأسبوع برئيس المجلس عن الجانب المصري السيد معتز الألفي، والذي أكد أن تنفيذ الاستثمارات الكويتية الجديدة يحتاج إلى مزيد من الوضوح في الرؤية الاستثمارية لمصر، خاصة ما يتعلق باللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الاستثمار. هو اسمه مجلس التعاون المصري الكويتي، وفي شق فني وإعلامي وثقافي، يعني متعدد متنوع الأنشطة. حقيقة الاقتصاد أو التجارة أو البزنس جزء منه، لكن مش كله تجارة واقتصاد. فنوع التعاون ده هيبقى موجود في كل المجالات، مليان إخوة من الكويت عايزين يستثمروا وعندهم مشاكل في مصر، وإحنا المفروض وظيفتنا نزلل هذه المشاكل ونساعدهم في حلها. واللي احنا شفناه النهارده انه في مشاكل لها حل، في مشاكل عايزه وقت، بس انه المهم الشفافيه في التعامل. طول ما احنا بنتكلم بوضوح وبنتكلم في الموضوعات بثقه وبشفافيه بنقدر نحل. في حاجات السيد الوزير قال ممكن تتحل، وفي حاجات قالك لا استنى عليها شويه. طب حضرتك انا بتكلم برضو كمستثمر بتستثمر في مصر، مشكله العمله والقيود المفروضه على العمله دي احد اكبر المشاكل اللي بتواجه المستثمرين الان. يعني مظبوط، في مشكله موجوده فعلا، انه القرار انه ما تقدرش تشتري فلوس عمله من السوق وتحطها في البنك زي ما كان زمان، عشان يعملوا تحجيم لتجاره العمله في السوق السوداء، لانه لو سبتها في السوق السوداء ممكن الدولار يبقى 8 جنيه و8 جنيه ونص ويطلع الارقام تضر الاقتصاد، لانه الدوله بتاعتنا هنا بتستورد اكتر ما بتصدر. يحصل له تخفيض غصب عنه. اذا ارتفع حصل تخفيض للجنيه المصري، المنتجات مش هتبقى في ايد الناس، وعندنا جزء كتير من الناس اللي هي متوسط الدخل او فقراء. الفقر ده هيشتري ازاي لو غليت الحاجه عليه؟ فعشان كده البنك المركزي محدد سعر وماشي عليه. حقيقي بيضر مصالح وبتشتكي مصالح، لانه واحد عمل فلوس وارباح مش عارف يحولها، لازم يستنى شهرين وثلاثه لحد ما يلاقي دولارات عشان يصدق. طب المستثمر هيستثمر يعني مستثمر ازاي؟ ما هو بيقول لهم كده، قالوا له والله بقى ادي وضعنا النهارده، راي البنك المركزي وحسب ما بيقولوا على اخر السنه الامور هتتصلح، فربنا يستر تيجي تصلح، لانه احنا محتاجين نجيب عمله صعبه كتير لمصر، محتاجين نخرجها كمان طبعا نخرج الارباح طبعا. بس الاحتياطي كان 14 مليار، دلوقتي بقى 21 مليار، فالاحتياطي زاد. يمكن في مشروعات برضو طرحت على الطاوله، مشروعات جديده من مستثمرين كويتيين بيطرحوها في قناه السويس، تاسيس شركه قابضه تستثمر في عدد من القطاعات. ايه اجنده المشروعات اللي مطروحه يمكن ويكون المجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي، او بلاش الاقتصادي، يعني تكون تحت مظلته؟ هو الواضح خالص مثلا مشروعات لقناه السويس، لخدمات قناه السويس، اللوجيستكس، ففي شركه حاطه مشروعات بحوالي مليار دولار، في شركه ثانيه بتعمل مصنع حديد بمليار ونص، في شركة في الكابلات اللي تحت البحر الاتصالات برضو كبيرة جدا، مليان أفكار، مليان مشروعات موجودة، في ناس معهم الدراسات، في ناس عملوا دراسات وداخلين على التنفيذ، بس كل ده متوقف على المذكرة التفسيرية بتاع اللائحة التنفيذية بتاع الاستثمار دي، لسه ما تطلع حسب ما قال سيادة الوزير كلها أسبوعين ثلاثة وتطلع اللائحة التنفيذية، لأنه هيستثمر على إيه بدل ما فيش لائحة تنفيذية. فإحنا عندنا بطء بأمانة في الحاجات دي. طلعنا القانون قبل المؤتمر الاقتصادي وبقى لنا دلوقتي شهرين ونص ما طلعش اللائحة التنفيذية. طب عملنا ايه بالقانون عشان يطلعه؟ يقولوا طلعنا القانون. طب وبعدين؟ دي مشكلة عندنا، عندنا شوية مشاكل عايزة حل من النوع ده. مشروع البتروكيميكالز، مشروع البتروكيميكالز ماشيين فيه كويس قوي، ده احنا اتفقنا مع وزير البترول نقعد كل شهر نقيم وصلنا الى ايه. فحتى عندنا اجتماع جاي ان شاء الله يوم الخميس مع وزير البترول والجهات الشركات المختلفة، على أساس نقول ده اللي عملناه الفترة اللي فاتت. ومعالي الوزير بترول بيتابعنا متابعة دقيقة جدا، لأنه 6 مليار دولار هيخشوا في استثمارات جديدة. فماشي يعني المراحل بتاعته، يعني احنا بنتكلم دلوقتي مراحل الاستثمار، اللي تم عمله فيها؟ احنا بقالنا شهرين بنتكلم فيها مش من زمان، لكن كلها بنعيد الدراسات لسه في إطار الدراسات. لا بنجدد الدراسات، بس في حاجات ممكن نشتغل فيها قبل آخر السنة، وفي حاجات بعد 3 سنين، فلسه يعني مش كله مرة واحدة.
كما التقينا أيضا خلال هذا الأسبوع برئيس قطاع الاستثمار في الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة السيد شريف قطب، والذي طالب الحكومة المصرية بضرورة الإسراع في تطبيق الإصلاحات التشريعية الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار. هو طبعا الاستثمار بعد التعديلات وبعد مؤتمر شرم الشيخ تحديدا يعني بقى في تحفيز عالي جدا، ملاحظين ده من أداء الحكومة. بس طبعا هو ينقص التحفيز وكده المتابعة الفولو أب، يعني كلوز ذا ديل، هي دي النقطة المهمة جدا حاليا. بالنسبة لنظام الضرائب ونسبة الوان ستوب شوب اللي هتعملها في جافي اللي هي هيئة الاستثمار دي، الشباك الواحد، الشباك الواحد، نظام الشباك الواحد ده كله حاجة إيجابية جدا. بس أهم حاجة يعني المتابعة بتاعة الحكومة بعد كده مع المستثمرين اللي هم تنفيذ العقود الاتفاقات والعقود اللي حصلت في اللي اتمضت في شرم الشيخ بيحتاج طبعا يعني الإجراءات تبقى أسرع شوية. يعني بعض المستثمرين بيقولوا إنه إذا كانت الحكومة المصرية قد أصدرت قانون الاستثمار قبل مؤتمر شرم الشيخ وعدلت أيضا منظومة الضرائب جعلت حدها الأقصى 22.5%، إلا إنه الخطوات التنفيذية لهذه الإجراءات لم تصدر بعد، وبالتالي لا تزال الصورة غير واضحة بالنسبة لمناخ الاستثمار. هو للأسف دي معلومات، يعني المفروض لما بتخذ إجراء مثلا زي تعديل قانون، هو للأسف القانون الاستثمار اتعدل أو تم إصداره قبل مؤتمر شرم الشيخ بمدة بسيطة جدا يعني، فعشان كده ما كانش اللائحة التنفيذية برضو اتأخرت عن المؤتمر. يعني كان يبقى أفضل لو كله جاهز، يعني القانون جاهز باللائحة التنفيذية بتاعته جاهزة ويتم مناقشتها في المؤتمر، بحيث المستثمر يبقى جاي عارف كل الخطوات، عارف الصورة واضحة تماما، يعني ما يبقاش لسه منتظر لسه في تعديلات بالنسبة للإجراءات التنفيذية تبقى عاملة ازاي. المستثمر اليوم بيبحث ليس فقط عن يعني حوافز في السوق، ولكن يبحث أيضا عن وجود استقرار في التشريعات ووضوح في الرؤية. مسألة العملة والقيود المفروضة على العملة من قبل البنك المركزي، كيف تؤثر برأيك على ثقة المستثمر أو على كيف تحفز المستثمر أو تنفره من الاستثمار في مصر؟ هي المشكلة بالنسبة للتحويلات والقيود اللي اتحطت على تحويل الأموال للخارج، دي بالنسبة للمشكلة كبيرة بالنسبة للشركات اللي هي معتمدة على الاستيراد. احنا بالنسبة لنا كغرفة ألمانية بيجي لنا استفسارات كتير من شركات ألمانية بخصوص اللي هو الحد الأقصى للتحويل. يعني الكاستمر الألماني ما بيعرفش ياخد فلوسه دفعة واحدة، لأن يعني بيبقى الليمت عامل عجز في النقطة دي، فده بيعمل طبعا بيأثر على النشاط الاقتصادي بالنسبة للاستيراد. ايه أبرز القطاعات اللي بيهتم بها المستثمر الألماني في مصر بخلاف قطاع الكهرباء والعقد اللي وقع مع شركة سيمنز؟ هو حاليا في أكتر من مستثمر أو شركة جم وابتدوا يأسسوا شركات فعلا عشان بيشتغلوا في مشاريع الطرق. في شركات متخصصة في تحديدا في مجال الأسفلت، حاليا شغالين في طريق القاهرة السويس ده، يعني البنية التحتية بشكل عام. بالضبط. في قطاعات أخرى مهتمين بيها، يعني التعليم، الصحة، قطاعات التدريب اللي هو المهني، وده من ضمن القطاعات برضو اللي فيه فوكسنج عليه. توقع وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور خلال لقاء مع سي ام بي سي عربية أن تتضاعف الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية في غضون 10 سنوات، وذلك بعد التوقيع على اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات اقتصادية في القارة السمراء، وهو الاتفاق الذي سيتم توقيعه الشهر المقبل في شرم الشيخ خلال قمة التكتلات الاقتصادية الإفريقية. الحقيقة بنفتح أسواق جديدة تستطيع الصادرات المصرية أن تنفذ إليها دون أي قيد، ولا قيد كمي ولا تعريفة جمركية. أعتقد أنها فائدة للصادرات المصرية من ناحية، إنما أيضا هو نقطة جاذبة إضافية للاستثمارات، لجذب الاستثمارات الأجنبية في مصر، للإنتاج في مصر، لاكتساب صفة المنشأ المصري، وبالتالي الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الإفريقية.
منتظر عوائد الاقتصادية تكون إيه تحديدا مع الوزير؟ لا أتصور أنه نستطيع في أقل من 10 سنين أن نضاعف صادراتنا إلى الدول الإفريقية، إلى دول شرق أفريقيا. إذا تم توقيع هذه الاتفاقية في يونيو القادم بالتأكيد بتتطلب تمهيد طرق كبيرة، طريق القاهرة كيب تاون وصل لفين والمتوقع الانتهاء منه إمتى مع الوزير؟ الهيئة لتنمية التجارة البينية يجب أن نرتقي بمستوى وسائل النقل في داخل القارة الإفريقية، وكانت مشكلة الحقيقة كبيرة بالنسبة لدول شرق أفريقيا. الحقيقة نجحنا بتمويل من البنك الدولي، هناك الطريق الذي سيربط البحر الأبيض المتوسط برأس رجاء الصالح، كاد أن ننتهي من بنائه، فاضل عدة كيلومترات قليلة، وأعتقد أن الأشهر القادمة سننتهي منه، وبالتالي سنستطيع أن ننتقل من الإسكندرية إلى كيب تاون رأس رجاء الصالح بكل يسر وأمان. دكتور منير، وضعين خطة زمنية لإلغاء التعريفة ما بين الدول التكتل، نعرف من حضرتك المدى الزمني لإلغاء التعريفة قد إيه؟ هذا الموضوع بالتحديد هيكون محل مفاوضات نهائية ستجرى في مدينة دار السلام في تنزانيا يوم 27 مايو، وإن شاء الله يعني نأمل خيرا ونأمل أن تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في أقرب وقت. وصلنا إذا مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من عين على مصر، إلى أن نراكم في حلقة قادمة في أمان الله.